كديرين لاباس عليكم بخير صحتكم مزيانه جيت عند جداتي عرفتي والله الا اش غنقول لكم انا مزيانه دابا شتو رجلي ها طلقاتني واخا كتقرصني واحد شو لكن الحمد لله غنوريكم احمد كلشي كيسول الاحمد احمد ها هو شتي ها هو شتي ها هي ماما ها قلت لها كان عندي عيد الميلاد البارحه ماما ما جبتيش ليا الكادو ماما الريفيس ها شوفي طما عليك نو يا ماما تي ما بارا كومير كوميغو فالي اوندي امي كاسا كبيا ¿Vale? ¿A que no pare? Sí, pero sopa, no, claro. Y te llamo pronto para tú subir a escaleras tranquila. Tranquila, que nosotros nos faltamos. Mañana bajo por la tarde. ¿Qué tarde? A las 7 o a las 8 de la noche. ¿Y cómo se llama la mujer, mamá? Ah, no sé. No, no sé. ¿Gatik que si muchas pies le metes a ella? Pero... Mira, hija Jaime, la... Tabayla, tabarkallah. Mira, hija Jaime, la primera mujer con tanta gente que dice... La Pani, que me conoce, la primera mujer que me ha llamado. ¿Y cómo se llama? ¿Fátima? ¿No? No. Me parece que dijo Natalia. ¿Natalia? Me parece que dijo Natalia. La Tefa. Igual puede ser. Ah, la Tefa. La Tefa. Mi presumidita. ¿Sí? Tenía otro estilo. ¿No? Vale, Zeyer. جزائرية يعني جزائرية ماشي مغربية قالك اللهجة ديالتها ماشي مغربية يعني غتكون جزائرية تلاقات متتبعة جدي وجداتي ولكن بس جداتي كثر عنقاتها قالك جزائرية بوني لون بابيل نو بوي دو اسطا نوتشي بوني لون بابيل ها انتم شوف واش كدير عاود ها قلت لها راه عطيني بسكوتة حتى الليلة ماما حتى الليل شوف شوف واش درتي شوف ميلا سي هاي ماما غراسياس يا اسطى voy a comer por la noche me la trajo ayer اه بيلي مالي شوف عطاتني حقي المسكوته بينو ابدا نو ماي اوي اوي ha venido a bañarme y la traigo muy bien mamá déjalo por la noche ahora no puedo comer بانتو كنا رمضان جداتي قالت لي نسيت مسكينة ها انت يا اختي ها الحب والحنان ايه استا كاني كومبرو بارا ميرمانا احب انا هي اللي بدلت لاختي وريت لكم ديالي ياك اختي بدات هادي ناخا سي هادي راس مطواعره هادي راه كتجمع اللحومات سي كلارو اي اي سي استا موي كومودا اي ويلا 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 استا ترى سودار Sí, no, sudar no. ¿No? Esto no deja a la gente sudar, nunca. Ah. Deja no, seco. Por dentro no. No. Está es... como silicón. Ah, por eso digo. ¿Y no, peso? Por eso es muy caro. Mira, para pasar el aire, mira, mira. Vamos a tocarla. Así. Ah. Wara, wara, el ahibba, en sarahat sahel. Has buscado el sete que te voy a decir. ¿Qué te puedo regalar? Nada, mamá, nada. Mírame. Mamá, te regalé mi abuelo, mamá. Sí. La siempre la olla. Dime, mamá. La olla es tres, te la regalo. ¡No! ¿Qué? Yo no la uso casi. No, mamá, no. Que yo no la uso casi. No. Yo quiero hasta que con cuscado. Ayer me preparo la comida rápido. Pues por eso digo, tú la emplearás más que yo. Yo no la empleo casi. Sí. Cuando estamos todos, pues sí. Para hacer esto. الأحبة قالت لي جداتي خذي الكوكوت لحقاش انت كتستعمليها اكثر مني مسكينه الله يعطيها الخير سي اوترو ديو مي باخو التيرنيرا مانيانا بوي دي سير مانيانا كيراتي ديريت ان الكونجيلادور سي الكونجيلادور تينغو ماما pero no puedo comer sola todo esta me compró para mi hermana esta para el niño شريت هاد الشي من نوت ولد اختي سي ما نقدرش نصيفط غير هاد جوج قهوات بوحدهم وجوج قهوات سي وتا هي خديت لها الفيتامين بحالي خديتها تا هي المانغانيزيوم وهذا استا موي بوينو اي سي خي ليمون
Sí, sí. Esto es manganesio. Jaime, si no te metes con la cara. ¿Y ahora qué coche coge? Ah, ya está bueno. Ahmed, la gente sí. Preguntar por qué tú no haces Ramadán. Porque tomo 3 pastillas cada 8 horas, al mediodía y a la noche. Y la gente no sabe que tú haces una antes, ¿no? ¿Qué haces por los ojos? Operado, ¿no? Sí. هاد العين هادي بتنسيون، لا بروبليم دي تنسيون، ¿no? تنسيون. قال لك طرطق ليه العرق ديال التنسيون مع عشان ما عارف اش المهم هادشي اللي قال لي بسبب التنسيون دار عمليه على عينه. هاد العين اللي كتشوفها مقلوبه راه دار عليها العمليه. دابا هو ما يقدرش يقسم لا كينه ديال التونسيون. دابا راه عنده كوانتو باستياس تومان كيشرب حتى زاد الكينات. الطبيب قال له ما تصومش شي حاجه سميتها رمضان. لا فانا ما غاديش نبزز عليه الاحبه، ما يمكنش انا نصوم رمضان الله يحفظ توقع لي شي حاجه ونصدق انا غارقه. قال لك راه انا ما غاديش نقد نصوم. قال لي الطبيب ما تصومش صافي راه ما صايمش. داكشي علاش كتشوفوه ما كيفطر معايا ما عيط لي ما والو. احبه كديرين بخير لاباس عليكم صحتكم مزيانه. اول حاجه غادي نطرقونا على الصاك اللي صيفطوا لي مالي الدار من المغرب. لحقاش عيطت للسيد اللي جاب لي الصاك ما طوبيت فيه السكوت وانا كنهضر. المهم داك السيد اللي جاب لي الصاك قال لي واقيلا يقدر يكون مع الربعه. السيد اللي غادي يدخل غيدخل مع الربعه. ما عرفتي يا الاحبه داك الصاك فين هو كاع صافي عييت. مشيت البارح وانا عاوتاني غدا اليوم ضراني رجلي صراحه ديال الله ولكن المهم معليش. ايوا اللهم لك الحمد الرجيله الحمد لله طلقتني شويه ولكن خصني غير ما نكثرش الدروج دابا هاد الايامات. ايوا ما عندنا ما نديرو شميش يا اختي يحطك لهيها طوبيس كيحطك في هذيك البلايصه وكتجي من هنايا مع الدروج وكتطلع. حيت كانت سولتني واحد الاخت دابا قالت لي عافاك في دواء الا بغيت نمشي للكارفور ديال طراكونه كيفاش غندير. هاهي غتشوف دابا الفيديو وريتها ولكن ما عرفتش واش غتعرف ولا لا. هو كيحطك هنايا راه هي الفراده صافي وكتجي كتطلعي مع الدروج وكتجي بحال هكايا. ها عرفتي شحال ما زدت لهاد كارفور ديال طراكونه من يامات من يامات الوباء فاش يالله بدا اللي جات قضيت شي حويجات من هنايا. هو كاريفور ديال طراكونه كبير بزاف. ها نتوما شوفوا شحال شاد. ها شاد من لهيه سير 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 حتى لهنايا. انت قداش يعني ما تسهليش. دابا باش غنبغي نمشي غنوقف هنايا راه هي الباراده. ها هي غنوقف هنا وغنركب كنهضر معكم. شوفوا شحال ضربت بلا ما نحس. باش زوينه تكوني كتصوري والله العظيم. دابا انا كنهضر معكم ما حسيتش بهاد الطريق كامله اللي ضربت حيت غدا وكنهضر معكم. نشوف هاد كارفور شنو فيه. صراحه قريب الحال زعما نبغي يجي بدوره واخا ما عندناش الطوموبيل. اختي منى اللي ما عندوش الطوموبيل ما يعيش ماشي بنادم. صافي ها هو الباب. انا غادي ندخل ان شاء الله داكشي اللي شفتو غادي نوريه لكم. شنو نوريكم كارفور شنو فيه حتى الا بغى شي واحد يجي. لحقاش كارفور ديال الريوس ما فيه والو الاحبان صغير بزاف ما فيه شي حاجه. هذا كبير هذا يعني الحاجه اللي ما لقيتيهاش هنا تلقايها هنا. صافي نوصل وها نتوما معايا. ها انا درت لكم خاطركم امواتي خواتاتي لازات كلشي كيقول لي عافاك صوري لينا فين ما مشيتي. هذا كارفور ديال طراكونه راه كاين فيه سولد راه ناقصين في الثمن في كلشي في الطون في المواعن في الماكن ديال القهوه في المقالي. هادو راه دايرين 20 د الاورو فيها 3 ناقصين في كل شيء فيه الثمن ناقص. واللي بغيت نقول لكم الثمن ديالو ماشي بحال ديال الريوش راه زايد عليه. كاين صراحه فرق كبير بينه وبين الثمن ديال الريوش. وهنا راه دايرين العجانه ودايرين هذاك البريق ديال الضو داك اللي المهم السخان ديال الضو دايرين طحانه العصير ودايرين كل شيء كاع دوك المنتوجات داكشي عنده اليد ديال الخشب. وها هي العصاره ديالي المفضله اللي انا كنحمق وكنتسطى وكنهبل عليها. في خباركم بقات عندهم غير هذه هي اللي بقات محطوطه. قالوا لي سيمانه عاد غيجيبوهم. هادو اللي كيعجبوني كديري فيها القهوه طبيعيه وكتشربي شي حاجه ناتورال. صافي ومشيت لهنايا المونينكس هذيك اللي كنت قلت لكم بغيت حتى هما لقيتها ما عندهمش. قالك لا بغيتيها تطلبيها حتى يجيبوها لك. كاينين الماركات الاخرين صافي. المهم انا غير شفت وجيت خديت فكره ومشيت.
هذا الشيء كاين الأحبة. وهنايا اللي بغيت نقول لكم علاش انا مشيت لطراغونا باش ناخذ طبيصلات ومعنات ديال رمضان، لان اختي صراحه ما عجبهاش الحال، قالت لي انا اختي وتا هي وحده من المنتقدين، انا اختي وانتقدتني بخلات الناس ما ينتقدوا فيا. قالت لي اختي ماجده انا ما عجبنيش هذيك الطبله اللي كتفطري فيها، شنو هذيك الحاله دايره بحال الراجل، وشنو هذاك الفطور، وش دوك المواعين، وش هذيك الطبله، وديري الطبله ديالتك العاديه بالكراسه، وديري طبيصلات زوينين، وديري زليفات زوينين واخا غير بوحدك باش النفسيه ديالتك تفرح، باش حتى الناس تحبك والاحبه انت ما يعجبهم داك الشيء والتغيير. وبقات عليا يا الاحبه نفرشخاتني بالهضره. صافي ومشيت ناخذ المعنات، ان شاء الله حتى الفيديو الجاي عاد تشوفوا المعنات اللي غادي نفطر فيهم. واخا انا خديتهم ما بغيتش صراحه نبارطاجي معكم، بغيت نخلي داك الشيء مفاجاه سفره المائده. وان شاء الله غادي يمكن غتجي عندي جدي وجدتي يفطروا معايا، غادي نعرض عليهم ان شاء الله الا سهل سيدي ربي. وهنايا راه انا في كورتي انجليش، دوك الطباس الاولين اللي صورت لكم في كاريفور، ودابا راني في كورتي انجليش ديال طراغونا، حتى هو فيه طبيصلات واعرين الاحبه ولكن اثمنه خياليه. وهنايا الفراشط والماس راني اختاريت واحد اللون زويون، حتى الفيديو الجاي غتشوفوه. وعجبني هذا الشيء، كان حماقان على هذا الشيء، ديما نقول لكم انا بنت الغربه تلقاوها غير في وسط المعن. بغيت نتسطى علاش انا ما مستقراش، علاش انا ما عنديش ما مزوجاش وما عنديش داري، وتا انا وهادي عرفتي الاحبه نردها غنرجعها قصر غير بالحوايج البساطين، غير الدار كتحمق كتحمق، ندير الشميعات مع الدخول هذا الباب وداك الشيء محلق وزويون، غتقولوا لي لا غير كتهضري. راه كلشي رخيصه الاحبه، الانسان يخطف مره مره حاجه ماشي مشكل. المهم انا كنعطيكم فكره، وكتشوفوا حتى نتوما المعنات معايا والفراشط والماس، اثمنه زوينين صراحه ديال الله ما نكذب عليكم. انا حمقني هذا الشيء، قالت لي اختي اويلي انت باغا تاكلي في الجرده كامله عرفتي، بقات كضحك عليا قالت لي لا ما عجبونيش خدي شي حاجه سامبل، وانا كنحمق على هذا الشيء سبحان الله العظيم، كل لقيت ناكل غير في الخشب يعني شي حاجه واعره. صافي وهنايا هادو هما اللي كاينين عند جداتي، جداتي عندها بحال هذا الشيء فوتوكوبي ديالو ومرات جدي، عرفتي كل طبصيل داير هنايا شي 25 الاورو للطبصيل، زباله فلوس. وهادو عاوتاني هاد الموضه هي كتعجبني، داكشي تاع القديم كيبانو بحال داكشي هاد القديم كلاسيك واعر واعر. لا احبه انا ما بقاتش في المواعن وما بقاتش في الحوايج، ما بقاش تلبسي مزيان وديري، انا واحد الانسان اللي كيعجبني البساطه، كيعجبني اللبس اللي كان ونضيباني باللي كان، والمعنات اللي كان هو هذاك الله يجعل البركه، ماشي على انني ما عنديش باش نشري ولا. اللهم لك الحمد الاحبان، خدامه على راسي الحمد لله، وكنتخلص وفي امكاني نشري معنات ونشري اللي بغيت. ولكن الاحبان شي الانسان اللي كيكون بوحده ما كتكون عنده القناه حتى شي حاجه. نشوفوا شنو حاطين كتوبه، شتوم شو كيديروا لهم في الشبيكه، وانا ما عجبتني على الشبكه اللي فيها الكتوبه، والله الا باقا جديده في فنه. دابا المشكله ها شو الشبيكه كيديرها كتحمق، بحال يشراوها جديده وداروا فيها الكتوبه. الشبيكه صافي نخوي لهم دوك الكتوبه ونديو الشبيكه والكتوبه خليهم لهم. بقاو كتشوف فيا واحد المره كتموت بالضحك، حتى انا عجبتني غير الشبيكه، ما الكتوبه راني ما قارياش، وانا شبكتين بقى غادا ندور. هذيك غتكون خداوها دابا من الحانوت وداروا فيها الكتوبه باش ما يتكرفصوش، بانوا لي كتوبه زوينين هادو. سعدات لي قاري يا اختي. صافي الاحبان هنا راني مشيت لايروس كنجيب واحد الدوره نشوف تا هو شنو فيه، وراني المعن خديتهم من كورتي انجليش صراحه ديال الله، طبيصلات زويونين اثمنه زوينين. المهم انا راني هنا في ايروس كيف هاد الساعه، شفت شنو كاين، دورت عيني ميزاني كما تيقول لك، اللي ما شرا يا اختي تنزه وناخذ فكره، ومن هاني تنصور لكم حتى نتوما باش تشوفوا المعنات وهذه. وصراحه ديال الله داك الشيء واعر التاويل الاحبان، وبقيت كنصور لاختي بقات كتقول لي شتي شوفي داك الشيء كيفاش داير وكي مناسقين الالوان، شوفي الطبيصلات شحال زوينين، انت كتفطري وانت فرحانه. كلا صافي غا سكتينا يا اختي، حنا شرينا المعن الصداع اللي فيك، ما حيتنا اللي ينتقدوني الناس، دابا انتقدتيني انت. صافي هنايا راه الشوفه الاخيره عندي هنايا في هذا الشيء، عجبني صراحه الطوب. صافي ودابا راني غدا كنجري، راه قريبي ودن في هذه الساعه راه 7:40 يعني ما بقى ليا والو نجري، ونقول ما جريت اختي وراه فيا الجوع اختي، الكرش دابا اللي كتجري ماشي انا. ما كاين هكا.